اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان التجربه المصريه التنمويه في السنوات الثماني الاخيره وما افرزته من مشروعات متعدده وضعت مصر على الخريطه العالميه في عده قطاعات وخلال مشاركته في افتتاح فعاليات الدوره السابعه لملتقى بنات مصر شدد مدبولي على ان مصر وهي تستكمل خططها التنمويه في المحاور المتعدده تضع خبراتها في القطاعات المختلفه رهن الاشقاء من الدول الافريقيه والعربيه حققت الدوله طفره هائله في اعداد وحدات الاسكان التي تم تنفيذها لمختلف شرائح الدخل وتتلاشى هذه الازمه عاما بعد اخر واستطاعت الدوله بسواعد ابنائها تنفيذ خمسه عشر مدينه جديده من المدن الجيل الرابع في وقت واحد ببنيتها الاساسيه وخدماتها ووحداتها السكنيه ومثلها تقريبا يتم التخطيط لانشائها أما في ملف النقل والطرق فهو يعد هو الملف الأبرز في إنجازات هذه الحقبة وهو الملف الذي أهلنا لنكون الآن جاهزين لاستقبال الاستثمارات المختلفة من المشروع القومي للطرق إلى مشروعات القطار الكهربائي والمونوريل وجهود تطوير السكك الحديدية ومتر الأنفاق يقف هذا القطاع شاهدا على انجاز المصريين بمشروعات استحقت دخول موسوعه جينيس للارقام القياسيه، اما المعجزه التي تحدث عنها العالم فهي ما حدث في قطاع الطاقه، فك وكيف تمكنت دوله في فتره وجيزه من القضاء على تحدي نقص الطاقه الكهربائيه لتصبح احدى الدول النموذج في هذا القطاع التي اصبحت تتمتع بفائض يؤهلها لتصديره الى دول الجوار.